احنا كنا من شهور قليلة في سيدنا الحسين والنهاردة في السيدة نفيسة، واحنا متحركين ايضا في ان احنا نكون انجزنا السيدة زينب كمان. احنا فتحناها في رمضان للصلاة، لكن نفس الاجراء اللي بيتعمل هنا بيتعمل هنا. والحقيقة اللي بيتعمل ده في اطار خطة الدولة المصرية بتعملها للقاهرة التاريخية عشان نستعيد يعني مكانة مصر في هذا المقام التاريخي العظيم في القاهرة التاريخية. ويمكن احنا متحركين جايين هنا، شغالين دلوقتي في مناطق زي عرب اليسار ومناطق أخرى، الهدف منها وزي ما عملنا كده في منطقة مجرى العيون وغيرنا الواقع الصعب اللي كان موجود، فاحنا متحركين في اطار خطه نتمنى من الله سبحانه وتعالى ان هو يوفقنا فيها.